في 1871 صار مقاومة كبار ضد الاستعمار الفرنسي، شاركوا فيها قياد وقبائل عديدة من بلايص مختلفة تاع بلادنا. كل شيء بدا عام 1870 كي فرنسا خسرت حربها ضد ألمانيا. هذا الشيء حمس بزاف الجزائريين، وفي كل قهوة ودوار كانوا جدودنا يحكيوا غير على هاد الهزيمة. يقولوا بلي فرنسا طاحت بيها، ما بقى لها لا جيش لا حكومة، ما لجا الوقت باش يخرجوها. وزيد في هذاك الزمان الجزائريين كانوا يعانيوا من ميزيرية كبيرة بعد موجة تاع مجاعة وأمراض. أول مقاومة 1871 ناضت في الشرق في سوق عراس مع الصبيحية. الصبيحية اللي كانوا فرقة عسكرية فوق العواد تاع الجيش الفرنسي، مخلطين فيه كور وجزائريين. بالصح الصبيحية تاع سوق عراس داروا على فرنسا في جانفي 1871، ومشاو مع أكبر قبائل المنطقة على رأسها قبيلة الحنانشة وقايدها محمد القبلوتي. يوم 24 جانفي 1871 دخلوا رجال القبلوتي على سوق عراس وجوايها. بعد 7 أيام المحاربة قدرت فرنسا تبعدهم من المنطقة. أما الثوار الجزائريين جبدوا رواحهم في جنوب تونس، وين كانت كاينة قاعدة عسكرية في وسط الزاوية الصحراوية. التم تعرف القبلوتي بالقايد بن ناصر بن شهرة اللي كان من جهته يحارب فرنسا في الغواط. القبلوتي ورجاله قعدوا هكا يحاربوا فرنسا في المنطقة ما بين سوق عراس وحدود تونس طول عام 1871. بصح القوات الفرنسية قدروا يحكموهم هو وبن ناصر بن شهرة عام 1875 في تونس. وهكذا القايد محمد القبلوتي ادخل السجن في العاصمة التونسية، وين مرض بزاف وتوفى عام 1884. من بعد في سوق عراس كل الناس اللي شكوا فيه مشاو مع القبلوتي، دخلوا للحبس. كان اللي حكموا عليهم بالإعدام، وكان اللي تنفوا بعيد في جزر كاليدونيا قدام روستخالي.